يا صباح الخير، صباح الفل والسعادة والإشراق، صباح نهاية 2020 وبداية 2021. كل سنة وانتم طيبين، يا رب السنة الجديدة تبقى سعيدة علينا كلنا يا رب. معاكم نانسي الشيمي على مدار ساعة مع برنامجكم نص الدنيا. مين فينا كستات ما بيحبش الفاشن والموضة، وبندور ونقول يا ربي هنلبس ايه النهاردة، يا ترى ايه الموضة السنة دي، ايه اللي يليق على ايه، ايه ما يليقش على ايه. وعلشان الحيرة دي معانا النهاردة الفاشن ديزاينر أستاذة نوى حمدي. أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا. ميرسي ميرسي. ايه اللي خلاكي تبقي فاشن ديزاينر؟ جات لك الفكرة منين او اكتشفتي موهبتك دي ازاي؟ انا بعشق الموضة والازياء وبحب الالوان قوي. ابتديت اعمل موديلات لنفسي فبقت تعجب كل صحابي وقرايبي، فابتديت بقى ادخل في المجال دوت واتعلم اكتر وادخل فيه اكتر بعمق وانطلقت فيه الحمد لله. طب الحمد لله. واجهتك صعوبات في الاول؟ كتير طبعا. اهم حاجه ان حد يعمل لك الموديل زي ما انت عايزه بالفينش المظبوط، دي كانت صعبه قوي. يسلمك الموديل في الوقت المظبوط، دي كانت اكتر حاجه مشكله بالنسبه لي. انا تعلمت التفصيل وكده بس ما حبيتش ادخل في التفصيل، يعني موضوع الباترون وكده ليه حسابات معقده شويه. ادي العيش لخبازه شويه. فانا بعمل موديل وادين للناس تعمله، فعبال ما لقيت حد يطلع الموديل مظبوط وبالفينش اللي انا عايزاه ده خد مني وقت طويل قوي. اكيد. طيب الناس يعني تواصلت معاكي بسهوله او تقبلت ان هي تشتري من حد فاشن ديزاينر مش من محل في الاول، او يعني ازاي وصلتي فكرتك للناس او الموديلات بتاعتك للناس؟ الحمد لله لما بيلاقوا حد فاهم وعارف اللي يلبس صح، ان عارف نسب الجسم ازاي وازاي يلبس وازاي يعمل بالانس، هو ده اهم حاجه. يعني ان انا اعرف كل جسم يليق عليه ايه والالوان المناسبه للبشره ايه، فده كان يعني الحمد لله الناس بتنبسط قوي بالموضوع ده، تلاقي حد فاهم وعارف كل حاجه ازاي تتلبس يعني. تمام. انا كمان عارفه ان حضرتك ستايلست مش بس فاشن ديزاينر، فالستايلست ده اللي هو بيعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لك ان هو لازم تبقى عارفه كل جسم بيليق عليه ايه، شكل الجسم ايه، والالوان المناسبه للون البشره ايه، وكل حاجه يعني بيفرق كل حاجه من اول الشعر. يعني انا بمسك اللوك كله من اول الشعر لحد الفوت وير. اوكي. كله. فبتلبسيها بتقولي لها ايه تلبس مع ايه، ايه يليق مع ايه؟ على حسب المناسبه اللي هي تروحها، حسب المكان. لو كان كاجوال، لو كان سواري، انا بحب اللوك كله يبقى مثلا لو كاجوال يبقى كله كاجوال. تمام. يعني سواري يبقى كله سواري. في فئه عمريه معينه بتشتغلي عليها؟ لا كل الاعمار. كل الاعمار. حلو جدا. طيب احنا داخلين بقى على 2021 دلوقتي. ايه الموضه السنه دي؟ في الالوان، الالوان الترابيه موجوده لسه، زيت موجوده، كل شتا موجوده، البيج والكامل والبني بدرجاته. في الالوان بقى الجديده اللي هي الاخضر، زي الاخضر دوت الارتمارين دوت طالع موضه قوي الفتره دي، اللي هو الاخضر الزمرد. الاكسسوارز دي انت اللي عاملاهم صح؟ تمام. حلوين قوي. وفي اللون الموف، درجات الموف من اول اللايلك لحد اغمق درجه. في اللون الازرق اللي هو الرويال بلو، اللي هو زي ده كده. ده لون برضو حلو. ده كان موضه قوي السنه اللي فاتت، كان في الصيف ومكمل معانا. ومكمل معانا. حلو جدا. الوان الباستل برضو حلو قوي، الالوان الهاديه الناعمه دي لسه موجوده معانا برضو في الشتاء. دايما كان في الوان الشتاء تبقى دايما غامقه، لكن السنه دي كل الفواتح موجود معانا، وده حاجه حلوه بصراحه. كان فعلا كان دايما اسود وبني وكحلي، ما كناش بنغير الالوان دي. طيب انا شايفه ان حضرتك جايبه معاكي كولكشن كده، ممكن بس باشكال مختلفه عن قبل كده. اوكي. معمول بستايل اوفر سايز. الوان ده حلو قوي برده، الباودر روز ده حلو قوي الدرجه دي برده. طب انت بتساعدي لما حد يجي يشتري منك قطعه بتقولي له مثلا يليق عليها ايشارب لونه ايه؟ طبعا. وحاول نخلي الموضوع غير تقليدي شويه. حلو قوي. يعني الاخضر مع اللون دوت الباودر روز مش تقليدي. جميل. نحاول نعمل الوان مش تقليديه شويه. في الدرجه دي درجه الانديجو دي حلوه قوي. مدخلاها برده مع الوردي او الروز. حلوه قوي. وجديد الميكس ده، لونين جديد قوي. بالظبط. الخامس دي حلوه قوي، خامه الووتر بروف دي تبقى حلوه جدا للبنات الصغيره. هي من اكتر الالوان الموضه هي اللون ده، اللون اللي هو اللايلك ده. بالظبط. يعني هو درجه من درجات الموف كشمير اكتر بتالي. درجة يعني. من درجات الموف. دي حلو برضو قوي مع درجة الباودر روز. لبس مع بنطلون كلاسيك اسود وتوب اسود.
مش محتاجة حاجة تانية خالص مع الكولي ده. حلو جدا. لازم بالظبط. حلو قوي، حلو قوي مع الابيض ده والاوف وايت. حلو جدا. احنا هنطلع فاصل حالا ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين لسه في الكولكشن. وايه تاني بقى بعد البيزك؟ في الخامه دي طالعه برده تسوى ترينزي، خامه الشموع دي. حلوه قوي. درجه الاوليف دي انا بعشقها في الشتاء، شيك قوي قوي فعلا. ممكن ادخلها مع درجه البيتش دي. اوكي. مع الكولي ده تحفه. مع برده بنطلون اسود كلاسيك. ينفع مع جينز؟ ينفع طبعا مع جينز. في الميدي دريس ده برضو موضة قوي. تحفة. بس ده بيبقى عايز حد طويل، بنت طويلة. اوكي. ويتلبس معاه بوت طويل، مش بوتي، بوت طويل. أوكي. عشان ميبقاش فيه ليجن او كولون. مع الابيض برضو حلو قوي. بالدرجة دي مع الابيض. حلو قوي قوي. شيك جدا. ده ينفع برضو مناسبة بسيطة. بعد الدور كده. في برضه ميديا دريس دوت. ايوه مستنيه اللي بيلمع ده. بحب الصوره ده، خليه في الاخر. في ده برضه ميديا دريس حلو قوي اللون ده في الشتاء. ده يجنن. ممكن مع بوت كحلي او تاني. درجه النيفي زي مع الهافانزي تبقى حلوه قوي قوي. او الجولدن براون. شكي. ممكن نلبس كوليه واحد بس وممكن الاثنين. حلو قوي فعلا. حلو. في الكارو ده طالع موضه برده قوي. الكارو الكبير ده. نحاول برده ندخل مع الكارو، دايما بندخل الاحمر لكن الازرق معاه غير تقليدي برده. جديد غير فعلا. الاحمر دايما الناس تلبس احمر مع ابيض في اسود. والجلد طبعا موضه جدا، ملفت يعني. على بنطلون جلد اسود يبقى حلو قوي. في ده بقى ينفع الكريسماس. ايوه درجه الرويال بلو دي فظيعه تحفه. ممكن نلبس معاها سكارف. نغير بقى اللون الكشمير دوت معاها. حلو، حلوه قوي الدرجه دي. انا اقدر ادخل معاها الوان كتير قوي. اوكي. والقطيفه برده ترند قوي، سو ترندي. ممكن ادخل ده معاها. حلو قوي. نقدر نغير كذا ستايل، نقدر نعمل كذا ستايلنج بموديل واحد. في بقى الجامب سوت دي واو. كلها دي نصها. أيوه. بيت. دي حلوه. نصها بيت ونصها ساده. حلو جدا. دي تنفع نحن نغير فيها، نعمل كذا ستايلنج ليه. حلو. درجه برده الاوليف دي معاها حلو قوي. اوكي. ساتين حلوين جدا. انا شايفه تايجر. بس انا يعني عيني بتلقط على طول. حلو قوي. ده بقى عايز بوت طويل برده ولجن. ده عايز برضو تلبس مع اسود بس. اوكي. مش محتاجين بقى اكسسوارز كتير هنا، نحتاج بس نيكلس بسيطه. عشان يبين موديل، يبقى التركيز على موديل الدريس نفسه. على موديل الدريس نفسه. بس تقريبا خلصنا كله خلاص. هنا برضو الاكسسوارز. الاكسسوارز دي شتوي شويه، الخامه تقيله. شموع تنفع في الشتاء. حبيت اعمل حاجه مخصوص للشتاء. مع السيلفر اللون ده حلو قوي برده عشان الموف درجاته كلها طالعه موضه. الجولد ده حلو قوي مع الهبان. ده بيتربط، اقدر اطوله واقصره زي ما انا عايزه. يا قوي. في برده الاخضر عشان طالع موضه قوي. الاخضر ده طالع موضه الفتره دي جدا. الجولد مع الدرجه دي حلو قوي. في التشوكر ده على الموف برده حلو قوي. تلبس بس على قد الرقبه كده. اوكي. يكون حاجه مفتوحه. وفي درجة البني برضه ده شتوي على شموع.
واللي بعده برضو اخضر ذهبي، يعني الحاجات دي كلها مناسبه. وده ذهبي. طب هو بيجي لك مثلا حد يقول لك انا في خيالي ديزاين معين وكده، ولا إيه انت بتقترحي مثلا حاجه؟ يعني بتجيبي الديزاينات ازاي؟ بتجي لك الفكره ازاي؟ دايما بجيب الحجار كلها قدامي واقعد اخد، يعني اقعد اركب. دي اكتر حاجه بتاخد وقت مني، الشغل نفسه ما بقاش ياخد وقت مني، لكن الفكره نفسها ان انا اقعد احط ده مع ده اركب كده مع ده. وممكن حد يغير الوان، يعني نفس المدام يقول لي بس انا عايز لون تاني مختلف. اه تمام. طيب طبعا كل موديل بيبقى ليه علاقه باللبس بتاعه او كده، بس انا اول مره اعرف ان في، ان كل اكسسوري ليه علاقه بال، يعني بالسيزن. يعني في اكسسوري صيفي وفي اكسسوري شتوي، فدي جديده. طب ايه الفرق ما بين الصيفي والشتوي في الاكسسوارز؟ يعني لو انا هلبس حاجه او الصيفي مثلا، يعني انا في الصيف هبقى لابسه حاجه طويله، فانا في الشتاء لا ما البسهاش، او انا محجبه فالبس حاجه بشكل معين، لو انا مش محجبه ما ينفعش البسها. ليها علاقه بالجينك او الهاي بول. الهاي بول محتاجه ان انا البس حاجات طويله اكتر. اوكي. محتاجه ان انا الجينك زي كده هلبس جوه الجينك، مش هطلعها بره، مش تبقاش اطول. ليها علاقه بالطب ازاي؟ ليها علاقه بشكل على حسب الهدوم. تمام. طيب ليه احنا النهارده بقى بدايه 2021، فايه الاكسسوارز يعني لو النهارده جات لك حد وقالت لك انا عايزه البس النهارده في ليله راس السنه طقم، اقترحي عليا وقولي لي البس ايه؟ خلينا في اللون، عايزين دايما نطلع بره التقليدي، اللون النبيتي والاحمر. نلبس الوان مختلفه خالص، الالوان الفاتحه، مش شرط عشان احنا في الشتاء يبقى نلبس الوان تبقى غامقه. هنلبس فواتح ودرجة الرويال بلو زي دي كده. نقدر نغير فيها كتير قوي. تمام. يعني نطلع بره التقليدي شوية، مش أوكي. لازم نبيتي، مش لازم احمر، مش لازم ذهبي، عايزين الوان جديدة. فواتح. فواتح. بالظبط. مش لازم احمر. لا واحنا لبس احمر برضه. احنا تقليديين برضه. لا والله. وبالنسبة يعني ايه اكتر سن دايما يجي، يعني هقول لك على حاجه، الناس برضو تقليديين شويه، مثلا ان فكره ان نجرب حد فاشن ديزاينر، طب انا ليه ما اروحش المحل واقعد اقيس وبتاع. انا عرفت ان انت عامله محل صح؟ عملتي المحل علشان الناس يجوا يقيسوا، يبقى في فرصه كده. طب ايه بقى يعني اكتر المواقف الصعبه اللي قابلتك مع الناس؟ يعني مثلا ممكن حد ياخد الموديل ويقول لك لا مش مناسب جسمي، ولا انت في المحل مثلا بتقترحي عليه؟ البنات الصغيره اكتر سن بالنسبه لي متعب شويه، يعني هو جاي بيبقى عارف حاجه معينه، انا عايز دي، يعني جايبها مثلا من على النت او جايب بصوره، فانا عايزه دي بالظبط، فبنحاول نتقرب مثلا نجيب حاجه شبهها. تمام. وانا كمان ما بحبش الاونلاين، لان انا بحس ان الكذا لازم تقيس. الاونلاين ده بحسها صعبه شويه في الكذا. حتى لو الصوره اوكي بس لازم اقيس الحاجه، وحتى لو المقاس مظبوط، فممكن الموديل يكون مقاسه مظبوط بس مش لايق على جسمي، لازم ان انا يعني اروح المحل بالذات. بالظبط. نهى انت نورتينا النهارده، والموديلات كلها حلوه قوي بجد، وكانت بدايه حلوه ل 2021، وان شاء الله كلنا هنجي لك المحل. انا عارفه ان هو في 6 اكتوبر، اسمه فيردي، وان شاء الله هنيجي لان الموديلات حلوه قوي بجد. وانتظرونا بعد الفاصل، راجعين لكم معانا لسه فقرات، ومكملين مع برنامج نص الدنيا.